يا سيدي انا مفيش اي قلق ولا حاجه، اطمن واطمن وليد باشا. نعم، صوره العقد اللي منشوره في الجورنال قدام اهي، ده عقد بين اتنين، بيني انا وبين علي البدري، ملوش اي صله بيكو. الكلام اللي كاتبه الصحفي في المقال ده كلام فارغ، مفيش فيه اي دليل، عشان كده انا هبلغ نقابه الصحفيين تحقق معاه. ايه؟ لا، من اللي وصل صوت العقد؟ وايه الفوضى اللي بتحصل دي عند علي البدري؟ طب سيبوه هو ليه؟ انا هعرف هلعبه كويس قوي بطريقتي. لا 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 لا، ده احنا لسه مفوتين من تحت دقنه الشهر اللي فات 2 مليون دولار. خسارة طبعا. انت ولا كأنكم قريتوا حاجة، ها؟ اطمن. مع السلامة. الو علي، ايه الفوضى اللي بتحصل عندك دي يا برنس؟ انا مش قلت لك تتصرف مع الولد الصحفي ده وتسكته؟ حصل 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 يا اتش، حصل يا حبيبي، دي محاولة ابتزاز رخيصة، معروف أولها إيه وآخرها إيه. كوز الأمامير خليهم يطمنوا، أنا وأنت اللي في وش المدفع، خليهم هم للبلياردو والجولف والزبالة يخوت اللي في الغردقة. أوكي هعدي عليك بالليل. أوكي، مع السلامة. مين بقى الشاطر فيكم اللي هيقول لي على الحقيقة؟ يا فندم انا رحت اجيب صوره العقد من البيت، لقيت الهانم مش شمعاه، جبته واديته لحضرتك، وحضرتك فضيت الشمع من عليه. مش مشكله يا استاذ عبد السلام، ما انت ممكن تشيل الشمع وتحط شمع في 5 دقايق. يا فندم انا ما كنتش لوحدي، انا رحت ورجعت بعربيه المؤسسه، وكان معايا الحاج الزناتي، وممكن حضرتك تستدعيه وتساله بنفسك. مصدقك. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده حضرتك اديتني صوره العقد وقلت لي ادي للانسه نهله تشيله عندها، وانا اخدت العقد فعلا يا فندم، وفي لحظتها وقدام حضرتك حطيته في الشانون اللي بالارقام السريه. ما انت عارفه الارقام بتاعت الشانون، ممكن وانا مش موجود تفتحي الشانون تصوري العقد وترجعيه تاني. ما حصلش يا علي بيه، وما عنديش دليل على ده غير كلمتي. يا حضرتك تصدقني يقدم استقالتي فورا. ايه ده يا انسه، انت بتديني انذار؟ اتفضل يا استاذ عبد السلام. متشكر، تحت امر حضرتك يا فندم. يا حضرة السكرتيرة بتاعت رئيس المجموعة، في صورة النهاردة اتنشرت في مجلة ولا جورنال اسمه النهضة، اصل العقد ده موجود في بيتي في خزنة محدش يعرف ارقامها غيري انا وبس، وفي صورة في عهدتك. الصورة اللي اتنشرت النهاردة مين اللي صورها؟ انا مش بتهمك، انا بسألك بالعقل وبالمنطق، مين؟ على حسبة حضرتك يبقى مفيش غيري، وانا واثقه اني مش انا. يبقى الحل واحد من اتنين، يا حضرتك تدور على الفعل الحقيقي، يا تقول لي يا نهله انا مش مصدقك. بس كده؟ حاضر يا نهله، انا مش مصدقك. اوكي يا فندم، يبقى انا هخلي طرفي حالا واسلم عهدتي فورا. الو. ايوه علي، ايه اللي مكتوب في جورنال النهضه ده؟ لا ولا يهمك. ايوه، ايه؟ عقد شركه عادي بين اتنين. ايوه، لا انا بس بطمن عليك. اورفوار. ايوه استاذ جلال. ايوه، متهيألي احنا مش محتاجين قرض البنك، احنا لغايه دلوقتي مغطيين حوالي 80% من تكاليف المشروع، ولو قرصنا حبه هنقدر نغطي كل النفقات بتاعتنا، وبكده نبقى كسبنا مشروع مصنع 6 اكتوبر من غير اي مديونيه للبنوك. ايوه، بس لو قرصنا زي ما انت بتقول هيبقى على حساب المصنع ده. انا معاك يا عادل بيه، وانت عارف ان انا شخصيا ما اقبلش الغش ولا الخداع ولا الاضرار بمصالح شريكك الحاج زاهر، واللي بقترحه مراعي فيه ان حقوقه ما تتمسش. اوعى كده ما تتكدي يا حيوان، اوعى.
العواف. انا اسف يا عادل بيه، اصل انا حاولت. حاولت ايه؟ الاستاذ زاهر مش ضيف على المصنع، ده صاحب المصنع. طب يا عادل بيه، انا اسف يا زاهر بيه. طب اخفى كده من قدامي وانت عامل زي السمكه الميته. طيب بعد اذنكم. اتفضل يا استاذ زاهر، تحت امرك. شوف بقى يا سيدي، اني نويت والنيه لله اني اشتري نصيبك في المصنع ده. احنا متفقين يا باشمهندس، ما تاخدش ولا مسمار من المكن اللي هنا في الحلميه. تفهمني بس يا جلال بيه، المكن اللي هنا اصله انجليزي واحنا محتاجين منه حاجات تساعدنا هناك. المعدات والالات بتاعت 6 اكتوبر صحيح ما هياش انجليزي، لكن اخر ما وصلت له تكنولوجيا تصنيع النسيج وكلها كمبيوترايزد، وانا مش فاهم لحد دلوقتي ازاي هتقدر ترقع مكن قديم بجديد. ممكن اشرح لحضرتك وجهه نظري؟ اتفضل اشرح. موزه جلال بيه. ايوه. في ضيفه جت بره مستنيه حضرتك. نهله؟ طب خليها تفضل، خليها تفضل. حاضر يا فندم. اتفضلي. نهله؟ خير؟ الاستاذ خيري كويس؟ بابا كويس الحمد لله. امال مالك؟ في ايه؟ طب انت جايه منين اولا؟ جايه من اداره المجموعه. انا تهنت وسلمت قوي يعني. طب هدي نفسك، هدي نفسك. تعالي تعالي اقعدي ارتاحي واحكي لي. لو سمحت اختارك اطلب لي الساعه. حاضر. انا نسيت اعرفكم ببعض، الانسه نهله بنت جاري وصديقي الاستاذ خيري المسلمي، الباشمهندس طارق السبع. اهلا وسهلا، تشرفنا. طب يا استاذ جلال، امر حضرتك يا فندم. عصير ليمون بسرعه. تحت امر حضرتك. لما تفضى حضرتك بقى كلمني في التليفون. اقعد بس، رايح فين؟ واضح انها مشكله في الشغل، مفيش اسرار. مش كده بقى ولا ايه يا مدموزيل؟ طب احكي لي بقى، مين اللي تجرأ وظلمك واهانك؟ الباشمهندس علي اتهمني ان انا صورت مستند مهم وبعته للصحافه. بس انت عارف ان معظم العمال رايحين المصنع الجديد في 6 اكتوبر. اياك ناويين تاخدوا المكن معاكم هو كمان. المكن ده من اصول المصنع ومحدش هيلمس فيه قش. احنا واخدين العمال لانهم عمالنا، اشتغلوا معانا وخدوا خبرتهم من المصنع ده قبل ما انت تكون شريك فيه. عموما البلد مليانه عمال، والقطاع العام بعد الخصخصة بيوفر عمال كتير، وحلاقي منهم اللي انا عايزه. يعني مصمم تشتري يا زاهر؟ وفلوس يا حضرة. اول شيك في الدفتر ده ممضي على بياض ومكتوب فيه اسمك، ما عليك الا انك تكتب المبلغ وتفقطه كده على طول. خبط لزق. طب مش تفكر وتراجع نفسك؟ ادارة مصنع زي ده مش لعبة يا زاهر. واني ما بلعبش يا ابن سليم، قدها وقدود وبكره تشوف. خلاص وانا موافق، خلي المحامي بتاعك يقعد مع المحامي بتاعي واتفقوا على العقد. اهو ده الكلام. ايدك يا عادل. ايدك يا زاهر. ادخل. رد الباب وراك وتريز اقعد هنا. اقعد ايه؟ بقعد فين؟ احنا جايين نعملها قعده، انا عندي شغل تحت في العنبر. اسكت ساكت يا حلوف وتريز اقعد زي ما قلت لك. الو. ايوه يا ست فكريه. ايوه انا زاهر. الباشا فين؟ ايه في التراس؟ طب انا عايزه ضروري. ايوه اندهيله او اديله التليفون في التراس. طيب انا مستني اهو. ايوه يا استاذ. انا عايز ابعتك مشوار لحد الدار تجيب لي حاجه من جماعه الست عزيزه. جماعه ايه وعزيزه ايه؟ بعد ورديتي ما تخلص. الورديه بتخلص الساعه 5. يا واد يا حلوف يا حلوف، انت فاكر نفسك بقيت ايه؟ انت حيوان ولا تسوى؟ انت عادت روحك نفر؟ يمين بالله يمين بالله اشحنك بكره من النجم على ميت الغانم. حاجه بعد بكره على مصر، محدش له حكم عليا يا استاذ ظاهر. انت لا اشتريتني ولا انا سخره عندك عدم المؤاخذه. يا حمار يا حمار، انا بقيت صاحب المصنع ده كلاته واقدر افيدك حالا.
لولاش بس اني عامل حساب لامك الشقيانه وابوك التعبان. ما تنعش همهم ويا ريت ترفدني. يا حمار يا حلوف، يا مين بالله انت حلوف واي فوق؟ الو الو، انت على زهر؟ انت رحت فين يا ابن وصيفة؟ زعق شوية يا باشا. ازعق ايه؟ ازعق ايه اكتر من كده؟ ماني بزعق. انت ايه ايه انا زهر؟ انت رحت فين يا لي؟ لما انت اللي طالبني في التلفون تسيب التلفون ليه؟ اسمع ايه 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 بتقول ايه يا ولد؟ بتتكلم جد؟ يعني انتوا اتفقتوا خلاص؟ يعني المصنع كله معتاد عليه؟ لا 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 لا، قول بجد، قول. طب احلف كده، احلف بتربه امك. لا اله الا الله، قصدي احلف بقى يا ولد. الحمد لله الادب بيدا واحنا في ساعه مفترجه. طب خلاص خلاص روح انت. الله الله، الف شكر وحمد ليك يا رب. خير يا باشا، فرحنا النهارده. بس ان شاء الله ابويا الله يرحمه الحاج عبد التواب غانم هينام في تربته مرتاح، لان النهارده بس ربنا قدرني وعرفت ازاي اخد بطاره. سي زاهر طق سليم البدري. ولا ولا مهلوس، اجري هات البندقيه خلينا نطق عيالنا في الهواء. انت انا جرايه يا جابوس ابيض، جرايه يا بقر. طخ ايه وبتاع ايه؟ مين اللي يطخ مين؟ احنا بنطخ حد؟ ايه؟ حد كان قال لكم ان احنا قتالين قتله؟ احنا لو كنا عايزين نعمل الحكايه دي كنا عملناها من زمان، من زمان قوي، وكان ديتها رصاصه بتلات ابيض تندب في صدر سليم البدري او حتى ابوه اسماعيل البدري في الاول. انما لا، احنا مش بتوع حاجات من دي، احنا بناخد حقيقتنا بالعقل وبالمفهوميه. الحمد لله النهاردة بس مصنع الحلمية بحاله بقى ملكني. ايه ايه كبيرة عليكم دي، نزلت عليكم طلصام دماغكم جات لكم بالخرص. ايه يا جناب الباشا، دخلت كده علينا بالخرص كده؟ فرحة ايه وطر ايه اللي انت بتقول عليه يا باشا سعادتك؟ شلها يا مصنع. ايوه يا باشا، ما هو ابن البدري عنده مصنع كبير اكبر منه واقيم منه، ولما يمشي هياخد عماله معاه. يا فرحتنا بشويه طب وشويه مكن خردي. لا مؤاخذه يا باشا، ما تاخذناش يا سيدي الكل، الولا مصباح اصبح حكرنا على الدور من اوله لاخره. عادل به من غير المصنع مليونير. ايوه، وعلى اخوه عنده هم ما يتلم، وابوه قاعد في اسكندريه عمال يطرقع بصوابه ومبسوط 24 قراط، لا انحصر ولا وقع زي العمده عبد التواب الله يرحمه. ايوه يعني يا بدري كانك لا رحت ولا جيت. جاي يعني ايه؟ يعني انت هو يعني ايه؟ كان اللي حصل دي ولا حاجه؟ لا 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 لا، وايمانات المسلمين اني كنت ناوي اعمل فرح. اي والله انا كنت اعمل حفله كبيره، وكنت هعزم فيها كل البدريين وكل اهلي كل الغوانمه وكل اللي في بيت الغانم. كنا هنعمل فرح كبير قوي قوي. بتغموني ليه؟ يعني اللي حصل فيه كانه ما حصلش. طب اعمل ايه دلوقتي؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ ما تحقنش في نفسك قوي كده يا باشا. وبعدين يا باشا، ايه موال الطار اللي هتفضل تتكلم فيه وترجع فيه تاني؟ مش المواد دي نسيناها من زمان؟ وبعدين غير كده انتوا كده بقيتوا نسايب. ايه بقينا ايه؟ قولي هلا الجمله اللي قلتها دي تاني كده. نسايب؟ مش الست زهره بنت جناب سعادتك متجوزه ابن البدري؟ هاني بنت اتجوزت ابن البدري؟ ايوه والله صح، ايوه دي البنت زهره واخده الولا علي ابن سليم البدري. طب ما هو كده يبقى تم المراد. ايوه والله البنت زهره خدت الولا علي، يعني كوشت عن لحده كله بقى في ده. وفي نفس الوقت اني والاخ زاهر بارك الله فيه واكثر من امثاله كوشنا على المصنع بتاع الحلميه. الله، امال جنابك يعني ليه بتغم فيي وعمال تقول لي كلام؟ الله يخرب بيتك،
بتموت لي فرحتي ليه؟ جاي منكم. مش عارفة يا نايرة، مش عارفة إذا كان تصرفي ده صح ولا غلط. صح طبعا، لازم تحافظي على كرامتك وتفهميه إنه شكوا فيكي إهانة ما تعديش كده بسهولة. أنا خايفة، خايفة أبعدوا عني أكتر. علي بيعاملك اليومين دول من خلال إحساس الذنب اللي شايله بسبب موت شيرين، ولو فضلتي قدامه هتفكريه كل يوم، وعشان يريح نفسه هيرمي الذنب عليكي، وهتبقي أنت في نظره السبب في اللي حصل. هقولها عشان كده بقولك إنك اتصرفتي صح، كان لازم تبعدي عنه الفترة دي بالذات. عندك حق. اسمعي يا نايرة، نعم، هديكي المفتاح بتاع شقتي القديمة اللي في العجوزة، دي لعم حسنين يروح هو ومراته ينظفها، زمانها مليانة تراب. من عينيا الاثنين، لو عوزتيني هتلاقيني في مكتب سمير. الو، ايوه يا دادا، حد من بيت الاستاذ عادل وصل؟ مدام سهيله؟ طيب هكلمها. بس بعد ما اخلص كلامي معاكي. اسمعي، جهزي نظر ووصيفه، هبعت لكم السواق دلوقتي هياخدكم على الشقه القديمه بتاعتي اللي في العجوزه. ايوه الشقه مش الفيلا. هبعت لكم نسخه من المفاتيح معاها، اديلي بقى مدام سهيله. الو، صباح الخير، ازيك يا سهيله؟ انا اسفه، معلش ما قدرتش استناكم، كان لازم اكون موجوده طبعا، بس معلش مشغوله. ان شاء الله تنبسطوا هنا اكتر من بيت الحلميه. من فضلك لما يرجع عادل خليه يكلمني ضروري. شكرا. الو، مين؟ في ايه يا ليلى؟ في مدام عايزه حضرتك، بتقول اسمها مؤدي. طب دخليها بس بعد دقيقتين لما اخلص تليفون. امرك يا فندم. اي مين اللي بيتكلم؟ لك حق تنسيني وتنسي صوتي كمان؟ ايه بس يا استاذه، بلاش نقول ان احنا كنا في يوم من الايام متجوزين، احنا زملاء وبيننا هموم صحفيه مشتركه. لا لا، أنا كنت عايز أسألك عن رأيك في التحقيق اللي احنا نزلناه في النهضة من يومين. لو لسه ده أنا قفلت السكة. ده شيء طبيعي يا فندم، محروق دمها طبعا هي وجوزها. لو شاطر بقى تكمل. موضوع العدد الجديد جاهز. ايه ده؟ انت لحقت؟ طبعا يا فندم، ده مجرد مقدمة للحملة إياها اللي اتفقنا عليها. سيبهولي أراه. أوكي يا فندم، هعدي على حضرتك لما أرجع. طيب طيب، عن إذنك. سلام. الواد ده كارثة. معلش يا فتحية، ثواني وهفضلك. على مالك يا ست زهرة؟ أيوه يا علي، عرفت مين اللي سرب المستندات؟ نهلة. يا خبر، ليه بس تستعجل وتطردها؟ يا علي بالراحة وفهمني الأول، أنا خايفة لا تكون سربت أوراق تانية، لأني عرفت إن كريم منزل موضوع تالت في العدد اللي جاي. أدي كل الحكاية. أوروفوار. إيه يا فتحية، اتأخرتي عليا ليه؟ طلبتك من مدة ما جيتيش. كنت خايفة مش عارفة ليه. وإيه اللي خلى الخوف يزول وتجيلي؟ لأني رايحة أشوف مجدي، والباشا مستني مني رد. رد؟ رد على إيه؟ المرة اللي فاتت فاتحني وقال لي انه مستعد يردني، وهجيب لي شقه جديده واكتبها باسمي وعايش فيها مع مجدي في حضن. بس انا قلت له سيبني افكر، قال لي قدامك مهله لغايه ما تيجي تزوري مجدي. وانتي بقى فكرتي ووصلتي القرار؟ اللي في الظروف يا ست زهره ما تصدق فرصه زي دي تجيلها. بس انا مش عايزه ابان قدامكم انها هزت فرص، عايزاها تيجي برضاكم. طب وفرضي ان احنا قلنا لا مش موافقين، هتعملي ايه؟ انا كمان هقول له لا. ياه،
طب واحنا راينا يهمك في ايه ما دام الراجل الكبير معاك؟ مش عايزه مجدي يكبر يلاقي اخواته كارهين. الباشا ما تاخذنيش، راجل كبير هيعيش له قد ايه كمان؟ صحيح الاعمار بيد الله، ممكن يعيش 100 سنة، بس افرضي ربنا ما رضش، هيسيب مجدي صغير وحب انا وهو قدامكم، ملناش حد يحمينا. واحنا هناكلكوا يا فتحيه؟ مش القصد، بس مش هتحبوا مجدي ولا هتاخدوه في حضنكم. انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس زاهر ما ضمنوش، ولو ان زاهر ده بيجعجع وبينزل على الفاضي قدام الحاج. على العموم النهارده تروحي تزوري ابنك وتردي على الباشا، قولي له انك موافقه. اهلا 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 بالصحفي الكبير، شرفت مكتبي المتواضع. متشكر متشكر جدا. اتفضل. بس الحقيقه بقى انا مش صحفي كبير ولا حاجه، انا لسه بقولي هذه. حبيبي العبقري بيبان من اول عمل. واضح ان حضرتك معجب قوي بتحياتي. مين ما يعجبش بخبطه صحفيه جامده زي سيجار؟ لا 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 عفيني انا ما بدخنش. هايل، يبقى شوكليتس، اعتقد مش مضر للصحه. متشكر متشكر جدا. الحقيقه انا كنت متصور ان حضرتك ممكن تكون متضايق او زعلان. نو 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 نو، طبعا راجل مش موضوعي. عموما انا مستعد اسمع ردود حضرتك على الورد في التحقيق، واوعدك ان هنشره في اول فرصه. تفهم ان انا جايبك مكتب المتواضع ده علشان تاخد مني رد؟ عاوز ارد حبيبي مش هديك انت رد، ابعته لرئيس تحرير مجلتك. انا معجب بيك يا صحفي، طريقتك واسلوبك، لكن اللي انت كتبته برضه كلام فارغ. نعم. وضعك ذو شكل. الشق الاول العقد اللي بيني وبين علي البدري صاحب مجموعه البدري للتجاره والاستثمار، وده مش حاجه، ده اتنين بيشتغلوا مع بعض بيتعاملوا مع بعض، لا خالفوا القانون ولا تجاوزوا مبدا اخلاقي. الشق الثاني اتهامك ليا بان انا مجرد شريك صوري واجهه لاتنين من اولاد قرايب الوزراء اللي بيستغلوا نفوذهم وبيكسبوا مكاسب غير مشروعه، واتهمتك لينا بان احنا مافيا فساد كبيره ولينا تحالفات مشبوهه. دي غلطتك كصحفي، انك ما عندكش اي دليل على اللي انت بتقوله، وقعت نفسك في مأزق قانوني وحش. كان سهل علينا ان احنا نجردرك للمحاكم ونتهمك بالتشهير بينا والابتزاز لينا، ناخد منك تعويض يخرب بيتك وبيت جارتك. بس انا ما ذكرتش اسماء. ما ذكرتش اسمائهم هما، لكن ذكرت اسمي انا. طب ليه حضرتك بقى ما بلغتش النيابه وجرجرتني على المحكمه زي ما حضرتك بتقول؟ لاني معجب بيك كصحفي، ولان الموضوع كله زوبعه فنجان، ما تسببليش في اي اذى. طب ليه اخسرك؟ ليه ما استفدتش منك؟ تقدير اشكر سعادتك عليه، بس انا الحقيقه مش فاهم حضرتك ممكن تستفيد مني ازاي؟ احنا مقدرين يا كريم باشا خطورة دور الصحافة، عشان كده فكرنا في ان احنا ننشئ جورنال او مجلة تدافع عن مصالح رجال الاعمال في مصر. قصدنا مبدئيا كده يعني 2 مليون جنيه تحت حساب المشروع، هيبقوا تحت التصرف الصحفي اللي احنا هنختاره. واخترتوني انا؟ يس. يا ترى دي ثقة ولا رشوة؟ كريم باشا احنا مش محتاجين ان احنا نرشيك، الاسهل لنا ان احنا نحطمك بالقانون.
لان احنا مش عصابه زي ما انت بتقول، ولا فكرنا ابدا ولا حنفكر في ان احنا نستعمل العنف. طب اذا يعني اذا يعني ايه؟ اذا وافقت من بكره هيبقى مبلغ تحت تصرفك، تعمل كل الاجراءات اللازمه لاصدار المجله، واذا قابلتك اي صعوبه احنا هنذللها لك. انا هبقى ناشر صاحب الحكايه، وانت بقى رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير بمرتب شهريا $5,000. ايه؟ 5000 دولار شهريا؟ ايه؟ شويه؟ ابدا بالعكس، دول كتير. مش كتير على واحد هيدافع عن مصالحنا من دلوقتي. كان لازم اتظاهر قدامه بقبول العرض لسبب مهم، هو انه يطمن ويواصل خطته معاك يا استاذ مصطفى وهو ريلاكس. برافو، ده تفكير سليم قوي يا استاذ كريم. المحامي بتاعهم اتصل بيا امبارح واتفق معايا انه هيبعت لي صوره العقد عشان اوافق عليها، ونتفق على موعد نجتمع فيه لمناقشه العقد. تهالي الاجتماع ده هيبقى مهم، ومحتاجين قوي نسجل ردود افعالهم على الاسئله اللي هتسيرها يا مصطفى. تعديل بسيط هنا، انا طبعا يا استاذ مصطفى مش هقدر اظهر معاك في الصوره بصفتي المحامي بتاعك زي ما اتفقنا. طبعا ده مفهوم، وما تقلقش بالنسبه للتسجيلات، الاستاذ كمال موضبها مع زمايله القدام. عظيم، استاذن. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. الف سلامه، وان شاء الله هنبقى على اتصال. ان شاء الله. اتفضل. شرفت يا استاذ. الله يخليك. افتكر حكايته مع هاني دي صحيحه ولا مجرد حجه عشان يتراجع وينسحب؟ يا ساتر عليك يا كمال، مهنتك القديمه لسه ماليه دماغك. يعني انت مطمن له؟ جدا. واد صحفي عنده مبادئ وفي جدعنه، وبعدين هو هيتراجع ولا ينسحب ليه؟ هددوه مثلا؟ ما كانش يهتم انه يجي ويشرح لنا موقفه. ارجو ان انطباعك عنه يكون صحيح. برضو انت لسه قلقان منه. يعني هو مفيش حاجه محدده، لكن زي ما انت بتقول مهنتي القديمه لسه مسيطره عليا. ايوه نجاة هانم وصلت يا فندم. خليها تدخل فورا. انتوا وراكم مشوار ولا ايه؟ ايوه رايحين لقمر، الدكتوره قمر بنت عم ناجي. مساء الخير. اهلا 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 نجاة هانم. اهلا بيك. طيب انا هتصل بيك بالليل، هتبقى هنا ولا في البيت؟ لغايه 10 انا موجود هنا، بعد كده انا في البيت. طيب سلام عليكم. مع الف سلامه. الله يسلمك. مساء الخير. يخرب بيتك، انت مش سافرت؟ طيب عن اذنك، عن اذنك كمال بيه. مع الف سلامه. شرفت وانست. انت رجعت امتى وازاي؟ مفاجأة مش كده؟ بقولك ايه يا مصطفى، مش ده بيسا اللي كانت صوره وماليه الجرايد؟ الله، ما انت عارفه تاريخه كله يا نجات. بيسا ده اللي اخر حاجه كان لانشراح لتوظيف الاموال، اللي خد فلوس الناس الغلابه وحطها في كرشه وضحك عليهم بالدقن الطويله والجلاليب البيضة، وبعدين اتحبس وخرج من الحبس يدور على فلوسه اللي مهربها بره. والغريب في الامر انه جه كمال خله عشان يساعده على السفر. وازاي كمال يقابله ويفتح له صدره بالشكل ده؟ لا لا، ما هو كمال رتب له حكايه السفر دي بالاتفاق مع النائب العام والمدعي الاشتراكي، عشان لما يرجع بالفلوس اللي متهربه دي يصدروها لحساب المودعين الغلابه. لكن الغريب في الامر انه رجع ومحدش اتعرض له. او 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 بتضحك على ايه يا حيوان انت؟ ها؟ اوعى ايدك، بعد العمر ده كله فاكر نفسك لسه بتاع مباحث؟ فوق، لا انت كمال خله بتاع زمان ولا انا بسة. ياك فاكرني خمة ولا بريالة؟ لا، في دي اشهد لك. طول عمرك خبيث ولئيم وتسرق الكحل من العين، ولما انت عارف كده ما سألتش نفسك
ليه بسه جالي انا من دون مكاتب السفر والسياحه اللي ماليه البلد؟ علشان ايه؟ هعتبر انك سالت وحجاوبك. انا عارف اني متراقب من يوم ما خرجت، عاوزين يعقموا القرشين اللي ما قدروش يصدروهم، وحيراقبوا كل مكاتب الطيران والسياحه. قلت لنفسي وتتعب نفسك ليه وتتعبهم يا ولا؟ خليهم يركزوا مع كومول ويتطوع هو بقى ويديهم اخباري اول باول. مش هي برضو شركه اللي بتحجز المرواح والرجوع؟ ماشي افهمهم ده وسافر، وانا راجع احجز برضو عند شركه، بس مركبش بقى الطياره اللي حجزولي عليها، لا ارجع بالبحر وانزل في اسكندريه شلاب العباس تفتيش عادي، وكل اللي في جيبي 5,000 دولار. وبقيت فلوسك راجعه 3 أضعاف يا برنس. بودرة حد الله بيني وبين السم الهاري، عمري ما عملها. انا صحيح اشتغلت في الحشيش مع السبعوية، لكن اول ما مدت ايديها على البودرة سحبت فلوسي وقلبت على تجارة العملة، كله الا الافيون والبودرة. طول عمرك ضميرك حي، هتقولي تصدق ما تصدقش، انا يا حبيبي ما يهمنيش، المهم ربنا عارف. يا سلام على التقوى والايمان. بقى خايف تضر الناس بالبودره، وما خفتش لما مصيت دمهم وبلعت فلوس شقاهم في كرشك؟ ما خلاص يا حبيبي، صدر كل حاجه، بس اللي تصادر ما قضاش فلوس الناس، لانك كنت مهرب الهبره الكبيره بره. اللي بره دي حقي، عرقي، شقه 45 سنه، ومش انت اللي هتحاسبني، وانا مش جاي لك النهارده الا عشان حاجه واحده بس، اتشفى فيك واروي غليلي لما اشوف وشك ساعة ما تعرف اني انطرتك واكلتك القنطة والبلوزة وعديت على قفة سيادتك اللي انا عاوزه. بقى كده اتفضل بقى اتمشى فرنجي، بدل ما اقل عقلي واعمل معاك اللي كنت عايز اعمله من 40 سنة. اتمشى عربي وفرنجي وانا بدعي لك الهي وانت جاهي يخليك ليا. خد من قلبي وصر يا كمال يا ابن حواء وادم. كان نفسي اشوف اللي انت شفته ده، ابن الهربة ده يا بنشف دبنا وربالنا الرعب. روح لبكره خده لفه، احنا ورانا ايه؟ وحياتك انت لا يحصل، انا مش هرتاح بقى غير لما اغزله. طب اسمع بقى، ايه رايك لو رحت له بكره وانا بستعبط وعيط واقول له انك انت رجعت من السفر متفرعن وطردتني؟ يوم هو بقى ايه يخر ويفتح على الرابع، ويمكن كمان يحاول يعرف مني اللي انت ما قلتهوش، وافضل بقى واخده كده بالراحه 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 لاخر لحظه، وهوب اروح قالب الفوطه واقول له بخ عليك واحد. او 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 حلوه قوي، اعملها وابقى احكي لي اللي حصل بعد ما ارجع من الصعيد. وانت مسافر الصعيد؟ يومين 2 بالظبط وراجع، بس الاول اخطف رجل لحد الزبون وعلى حسب ما نتفق يعني. زبون مين والصعيد ايه؟ بالرياضه بس يوني، انت بعدنا عن الشغل ليه المره دي؟ الاول ما رضيتش تقول لي عملت ايه بره ووديت الفلوس فين وهنجيبها ازاي، ودلوقتي يا خميس انا قلت لك اللي فيها، انا مش راضي اقول لك علشان احميك. المساله المره دي خطره قوي. ولما هي خطره لزومها ايه؟ لزومها اني خلاص ما بقاش عندي روح ولا جهد للشقه. احنا كبرنا يا خميس وعجزنا،
ولازمنا نأمن نفسنا بخطة واحدة، يا ترفعنا فوق 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 وتخلينا نعيش اليومين اللي فاضلين لنا في نغنغة وعز ومزاج، يا تجيبنا سابع أبطال. كل ما بشوفك يا أب كأني شفته وأنا أتقدر، وأنت جنبي دلوقتي بحس بنجاعة يكلمني، بسمع صوته، بشوف الابتسامة الهادية اللي طلع من عيني. جرى ايه يا جماعة؟ جرى ايه؟ ما تصلوا على النبي امال. ألف صلاة على الحبيب المصطفى النبي، ألف صلاة. كفاية يا ست منى، كفاية عياطي حبيبتي، وانتي كمان يا قمر، ده انتوا لازم تفتكروه وانتوا بتبتسموا، ده في الجنة ونعيمها يا حبايب. أيوة يا ست مؤمر في الجنة، بس دي زي ما بيقولوا دموع الحنية. عندك أنا كمان كل ما افتكر المعلم زينهم الدمعة تفر من عيني غصب عني، بس الحمد لله أنا عملت له عمر على اسمه، ودعيت له كتير قوي 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 هناك في الرضا الشريف. كفاية بقى يا بابا، كفاية أرجوكي أبوس إيدك، هي طنط نجاة ولا أنكل مصطفى غرب علشان تدور لهم الاسطوانة دي؟ لا يا حبيبتي لا، عندك حق يا قمر، مش غرب يا دمعي. معلش يا جماعة ما تأخذونيش، البيت بيتكم. بالإذن أنا داخلة علشان أقيل شوي. اتفضلي خدي راحتك. أنا زعلتها مش كده يا طنط؟ الحقيقة كنت قاسية عليها شوي. روحي يا قمر، روحي صلحيها يا بنتي، أصل الحكاية زادت قوي عن حدها يا طنط، وأنا مش عايز الناس تاخدها بضحك ولا بتريقة. يا حبيبتي افتكري اللي قسيت السنين دي كلها المسكينة واعذريها عشان خاطري يا قمر، روحي صلحيها. حاضر يا طنط، أنا راجعة لكم دقيقتين بس. ما كانش لازم أجي معاك يا نجات، أنا حاسس إن أنا النشاز. ليه يا مصطفى؟ عشان كلنا حريم؟ فيها إيه؟ مش كده وبس، لولا وجودي ما كانتش الدكتورة قمر اتعصبت على والدتها بالشكل ده. أنا متهيالي ننسحب بهدوء، مفيش داعي نحرجهم أكتر من كده. لا يا مصطفى، أنا عايزة أسأل قمر عن نور مرات ناجي. أنا مش عارفة مالي، مش عارفة إيه اللي جرالي. أنا عارفة يا ماما وفاهمة كل حاجة. ما تزعليش مني يا قمر. أنا اللي بترجاكي، أبوس إيدك يا ماما، اوعي تزعلي مني أبدا. قمر أنا ليا طلب عندك. اطلب يا ماما. كفاية قاعدة هنا في البيت ده، كفاية، رجعيني هناك. عناية بيتنا القديم، رجعيني للهوى اللي لسه شايل نفس ابوك وبيرن فيه صوته.